في عهد الخديوي إسماعيل نشأت نظارة الحقانية في عام 1878، والتي تغير مسماها في عام 1914 إلى وزارة العدل. وعلى مدار ما يزيد عن قرن كان يقع مبنى وزارة العدل، الوزارة المسؤولة عن شؤون العدالة، في ميدان لزغلي بجوار عدد من الوزارات الأخرى. ومع تغير الزمن وطبيعة تحدياته، دشن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ميلاد جمهورية جديدة، ميلاد دولة جديدة بافتتاح العاصمة الجديدة، إعلان جمهورية. وزارة العدل